النهارده ذكرى ميلاد الفنانه ماجده الخطيب، واحده من اعمده الفن والسينما المصريه. هي فنانه تركت بصمه واضحه في كافه الادوار المتنوعه والمميزه، وبدات مسيرتها في سن مبكره. ماجده الخطيب شاركت في عديد من الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه والمسرحيه اللي اسهمت في تشكيل مشهد فني مصري مميز جدا. يمكن فعلا ماجده الخطيب برعت انها تقدم ادوار معقده وعميقه بشكل خلاها تخلي الجمهور يعني معجب بيها جدا، وكمان النقاد معجبين بيها جدا، وكانت يعني علاقتها طيبه بكتير من النقاد في الوقت ده. خلينا نتابع مع بعض المزيد عن المحطات في مسيرتها الفنيه. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب، أحد ألمع نجمات السينما المصرية التي قدمت مسيرة فنية متنوعة ومتميزة. كانت ماجدة نجمة في الأدوار المتنوعة والبطولات السينمائية التي قدمتها إلى جانب كبار النجوم، فتركت بصمة لا تنسى في عالم الفن. يا سلام، يوم يدي النفس كل الحريات وإحنا يحرمنا من أبسط حقوقنا. من وجهة نظره كراجل شرقي بيحافظ عليك. لا، دي زيغات الرجل على المرأة، والكلام ده اللي بتطلعه في مخه عماتي. ولدت ماجدة الخطيب في مثل هذا اليوم عام 1943، وبدأت مشوارها الفني من خلال دور صغير في فيلم حب ودلع، لكنها لم تكتفي بذلك، وبعد 10 سنوات فقط، وبالتحديد في عام 1970، تألقت في أول بطولة مطلقة لها في فيلم دلال المصرية مع المخرج حسن الإمام، وشكل الفيلم نقطة تحول كبيرة في مسيرتها، وجعل الأنظار تتجه نحو موهبتها الاستثنائية. وانا معلم راح اكل لقمة عيش، اكلها مش اسممها. طب والاستاذ جه؟ مراته يا دهوتي، مراته تلم غسيلها وغسيل الجيران وغسيل حماتها وغسيل امها وغسيل سلايفها وتفحي الكوتة يا عطيات. ادعك لغسيل عيدك، الصابون على حسابك. ليه يا معلم؟ انا مش برضه دم ولحم ولا ايه؟ في عام 1972 قررت ماجدة الخطيب خوض تجربة الإنتاج، وأنتجت لنفسها فيلم امتثال، وحازت على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عن أدائها في هذا العمل. الدنيا بارد، عايزين نشتري مانتو. ابعدي عني بقى. ما تحطش ايدك عليا. الله، بتاخد عليا ليه؟ بكلم ايه هنا؟ ما تديها كده يا معلم. اخرس انت، مالكيش دعوة. خلصت يا اختي؟ طب هي مراتك وبتخرس، لكن انا بقى من يوم ما اشتغلت في المخروبه دي ما خدتش ميله، بتاخد شقايا ليه؟ مالكيش حاجه عندي. وقدمت خلال مسيرتها الفنيه اكثر من 55 عملا بين السينما والتلفزيون، ومن ابرز افلامها ثرثرة فوق النيل الذي يعد علامه بارزه في تاريخها الفني، حيث شاركت فيه بجانب نجوم مثل احمد رمزي وعادل ادهم وسهير رمزي وميرفت امين وعماد حمدي. والانسه سماره لسه مش عاجبها فيلم الاخير. الحقيقه زي ما قلت لك، ما تزعلش مني يا استاذ رجب، هو موضوع مقرر وملوش دعوه بمجتمعنا. بالعكس بقى، الفيلم ممتاز، والدراما زي ما انا درست في الكليه مش ضروري تعبر عن المجتمع، وانا شخصيا الفيلم عجبني. انت درستي دراما فين؟ انا في كليه الاداب. الظاهر بتنسي وتروحي كليه الزراعه. ومن اشهر افلامها ايضا نصف ساعه زواج، دلال المصريه، شيء في صدري، البعض يعيش مرتين. اما في عالم الدراما فكان اخر اعمالها التلفزيونيه مسلسل لا أحد ينام في الإسكندرية مع ماجد المصري، بينما كان فيلم آخر الدنيا هو آخر أعمالها السينمائية. ليه بنت؟ مش مالي إيدك منه ولا إيه؟ طب ده أنا خلعت لما لقيته بيحبك. بجد؟ يعني مش عارفة؟ رحلت الفنانة ماجدة الخطيب عن عالمنا في 16 ديسمبر عام 2006 بعد إصابتها بالتهاب رئوي، تاركة خلفها إرثاً فنياً عظيماً يعكس حبها وتفانيها في الفن.